اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره هاله سعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وانشطه صندوق مصر السيادي الذي يهدف الى زياده حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الاولويه لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني ومن بينها التحول الرقمي والصحه والتعليم والصناعه والزراعه والهيدروجين الاخضر وتحليه المياه. وخلال الاجتماع تم عرض الشراكات التي ابرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السياديه العربيه والعالميه ودورها في توفير فرص استثمار مشتركه. بالاضافه الى الاولويات الاستثماريه للصندوق والمشروعات المستهدفه في مختلف القطاعات خلال الفتره المقبله. كما تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا رغم حداثة نشاته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام. بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص تعظيما لمقدرات الاجيال الحاليه والقادمه لجميع المصريين ولبناء قاعده اقتصاديه واستثماريه متناميه ومتنوعه تؤدي الى توفير المزيد من فرص العمل المتميزه للمواطنين وزياده متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات. ادت الى انخفاض مستويات الخدمه المقدمه للمواطنين قبل ان يتم اتخاذ قرار من السيد الرئيس بتطوير تلك المنطقه وتحويلها لمدينه طبيه رفيعه المستوى من خلال انشاء بنيه تحتيه طبيه واداريه جديده ومتطوره وتهيئه بيئه عمل جاذبه وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائيه وميكانه مستشفيات المدينه الطبيه وتعميق التحول الرقمي في اساليب عملها وقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاطار بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم وضمان استدامه التشغيل والصيانه والاداره على اعلى مستوى، بما يحقق هدف الدوله المتمثل في تقديم خدمات طبيه متميزه لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام. بالاضافه الى تطوير بيئه البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمناره علميه وطبيه. في المنطقة. الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات منها عدد الجامعات الذي تضاعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي. سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية. وفي هذا الصدد شدد السيد الرئيس على الاهميه الحاسمه لهذا القطاع في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات وبحيث يساهم الطلاب المصريون بشكل فعل في عمليه انتاج المعرفه ويضع مصر على الخريطه الاقليميه والعالميه للتعليم العالي والبحث العلمي